السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو الإجابة على أسئلة المتابعين، أخذت قسم من التعليقات وراح أجاوب على تعليقاتكم. أخذت تقريبا 8 تعليقات، وإن شاء الله راح أسوي لكم بعد تعليقات وأجاوب عليها. 6 سؤال أول مرة أسأل. 6، إذا واحد واقع بنصف السنة بدرسين، وإذا يعني بآخر السنة هم بدرسين، يعني 6 يجمعوهن ويرسمونه لو لا؟ شلون يعني معناها نص السنة إذا بدرسين وآخر السنة بدرسين؟ لا، نص السنة واحد وآخر السنة واحد. إذا أنت وزارية يعني صفوف منتهية ما عليك بنص السنة، لكن إذا غير منتهية طبعا يجمعونه ويقسمونه ويطلعون السعي. فلا هذا ماكو هيج كلام. 6، نشر الرسومات اللي داخلت بالفيزياء الثالث متوسط. زين هسه انا الثالث متوسط مو سوينا لكم جدول، مو جاي اراجع انجليزي، يعني شلون تريدون ابطل الجدول؟ عادي يلا اكتبوا لي بالتعليقات اذا تريدون ابطل الجدول، وعادي مو الا اي درس نشرح. هسه انا وصلت اليونت الثالث، يونت 3 القواعد، ونزلت تمارين غير جاي نمشي. تردون بكيفكم، تردون ألغي الجدول وأي يوم يعني أي مادة أشرح لو لا على راحتكم. بغداد عطلة قسم وقسم، ونزلتهن بقناتي على التليجرام. ونينوى لا ماكو عطلة باكر. سادس ابتدائي مو مطو دخول شامل، ليش اليوم طلبوا من الطلاب بصمة مال دخول بكالوريا؟ السادس ابتدائي دخول شامل، شامل الكل يدخل، الراسب والناجح كل يدخل. اكو دور ثاني للصف الثالث، ابني اليوم بلغوه ما يدخل بكالوريا وما اعرف شنو اسوي، بلكت عندي الجواب. الثالث متوسط انت يعني ابنك ما داخل بكالوريا، يعني ماكو دور ثاني، يعيد السنة هاي اذا ما سووا دخول شامل. فاذا سووا دخول شامل يمتحن ان شاء الله وينجح، واذا ماكو دخول شامل، يعني لحد الان ماكو دخول شامل، الثالث متوسط 3 دروس و10 درجات، ابنك بلغوا اليوم ماكو ما داخل، ما متأهل للوزاري، إذا ماكو قلنا يعيد السنة ماكو دور ثاني. يقولون الصف الأول متوسط محذوف الاجتماعيات والحاسوب، هاي كيفهم جاي يحجون الاجتماعيات يوميا يحذفونهم مادة، ماكو هيج حكي، بس الثالث متوسط والسادس ابتدائي يحذفونهم الاجتماعيات، الصفوف الغير المنتهية ما حذفوا أي مادة. خلصت تعليقاتكم وإن شاء الله التوفيق.